يا الله صباح خير. هذه الصراصير الآن المدرسة بشكل عجيب، تجمع غير طبيعي، مش معقولة. يا الله صباح خير، هذا أول يوم دوام؟ عن قرب هذه أصلحنا وأصلح أمرك لله، كذلك الجدار شيء لا يعقل. من وين جايين ذولي؟ هذا الصراصير من فين جاي؟ شوف الجدران، مش معقولة. مش معقولة، الجدران كلها مغطاة بالصراصير. ليش العلم ما ندري؟